صباح الجمال، صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين على كل مشاهدينا في كل مكان. اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم برنامج الحياه كفاح. عنوان حلقتنا النهارده فن الميك اب. بس قبل ما نبدا الحلقه احب ارحب كده بضيوفي النهارده، الاستاذه الجميله استاذه ايه موسى ميك اب ارتست، والمودلز عائشه. شرفتوني ونورتوني في الحياه كفاح النهارده. ميرسي ليكي جدا. اول حاجه كده، الميك اب ارتست في 100 سؤال من كل دلوقتي الفتيات اللي شايفيننا والستات اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي. اول حاجه عايزين نعرف مثلا انواع البشره. تمام. انواع البشره بتبقى في مختلطه، في عاديه، في جافه. ديت المفروض في دهنيه. وفي دهنيه. تمام. ديت بقى بترجع طبعا كل بشره غير الثانيه، وازاي نهتم بيها. تمام. طبعا البشره العاديه عاديه جدا، بتبقى زي اي بشره حوالينا، انما الجافه بتبقى تحسيها كده. دي بقى عايز اعرف انواع بشرتي ايه، يعني بشرتي نوعها ايه. انت مثلا لو بشرتي الجافه هتعرفي لما تحسيها ان هي زي ما تكون مش مدهنه او كلها نفس زي ناشفه كده في البشره، دي لو جافه. لو جافه. تمام. المختلطه اللي هي بقى ايه، الحته دي بدي ودي بتبقى مدهنه. يعني لكن مثلا حاطه كريم، مثلا زيت كريم، تحسها مزيته كده. باقي البشره كلها بتبقى عاديه. دي بتبقى دي المختلطه. المختلطه. الدهنيه بقى، الدهنيه بتبقى البشره كلها تحس ان انت حاطه لها كريم طول الوقت، مش محتاجه اي حاجه. مرطبه نفسها حاجه. مش محتاجه. طبعا ودي كل حاجه لها اهتمام خاص بيها طبعا، بس اهم حاجه في طب انا مثلا دلوقتي انا خلاص كده عرفت انواع البشره وعرفت بشرتي ايه. لو انا بشرتي جافه، ايه اكتر ماسك يعني يفيد بشرتي لو انا بشرتي جافه؟ بصي، يعني الزبادي، الحاجات اللي بترطب، الزبادي بالعسل. تهتمي بالمرطب جدا عامه لاي بشره بقى من البشرات دي، لازم نهتم بالترطيب وشرب الميه. حتى الدهنيه، كل البشرات اهم حاجه الترطيب وشرب الميه. ده مهم جدا جدا، يعني اي نوع بشره لازم تهتمي بالحاجات دي، هتفرق. طيب. معاكي جدا. ايه موسى الميك اب ارتست، بسم الله ما شاء الله، احنا بنحضر للحلقه، بعتي لي فيديوهات كتير وصور كتير جميله جدا. حبيبتي ربنا يخليكي. انت عرفتي ازاي ان انت ميك اب ارتست، او عرفتي ازاي ان انت ممكن مثلا تحطي ميك اب ويطلع حلو؟ حطيتي مثلا لنفسك ميك اب؟ انا من زمان دي هوايه عندي، انا بحبها. هوايه. تمام. بحب الموضوع جدا من بدري قوي قوي، بس حبيت ان انا بقى اشتغل فيه. يعني كنت بمكش بقى اخواتي، امكش نفسي كده في الاول. قبل ما اخد اي حاجه. مين يعني اللي اكتشفك مثلا؟ والدتك، حد من اخواتك، حد من اصحابك؟ حطيتي ميك اب وخرجتي بيه، في حد قال لك لا الميك اب ده كويس جدا او ينفع انت تبقى ميك اب ارتست؟ زوجي، اخواتي وماما وبابا واصحابي كتير الصراحه. طب كويس. انا زوجك كنت... يعني بيساعدك؟ الحمد لله، هو هو اكتر واحد بيدعمني يعني عامه. تمام. بس فحبيت الموضوع فاخدت فيه كورس عشان ابقى مش ده بقى عشان... تطوير. عندك الموهبه. فانا حبيت اطور من نفسي بقى. اكتر. حبيت ان اطور من نفسي اكتر، واشتغل بقى كتير، واعرف برضو الماتيريال، واعرف يعني اتعامل مع كل بشره ازاي. كنت الاول بستخدم حاجات خاصه لبشرتي انا، انما ما كنتش بعرف قوي اميز بين البشرات اللي حواليا. بس فمع بالكورسات بقى، بالكورس وبالممارسه. الممارسه مهمه جدا، اهم من الكورس اصلا. يعني ناخدوا الكورس مش هاركينه بقى. لا. في اي مجال على فكره. لازم في ممارسه. زي بتعلم سواقه العربيه مثلا، لازم ممارسه. لو اتعلم وخلاص وخد رخصته شكرا وما يركبش عربيه بعد كده بالممارسه، ما يعرفش يسوق. لا طبعا، فالممارسه مهمه جدا. كويس والله انت عندك الحته. انا حابه الموضوع جدا، فبتمنى يعني ربنا يكرمني فيه جدا جدا. والحمد لله، الحمد لله في وقتي بسيط جدا عملت الميك اب ارتست. الحمد لله. الحمد لله. ونورتيني وشرفتيني في الحياه كفاح النهارده. حبيبتي ميرسي ليكي جدا والله، انا مبسوطه معاكي. وانا كمان والله مبسوطه جدا بحضرتك وبعائشه المودلز الجميله اللي معانا النهارده. عائشه القمر. طيب انا دلوقتي مثلا خارجه الصبح، سواء بقى امراه عامله او حتى فتاه رايحه الجامعه. تحبي تقولي لها ايه الميك اب بتاعها الصبح يبقى عامل ازاي؟ تبقى حاجات هاديه خالص، يعني اهم حاجه الحواجب تبقى مثلا تسرحيها كويس. مش لازم حتى تحطي لها باودر او اي حاجه، اهم حاجه تتسرح كويس بطريقه كويسه. ولو الحواجب عريضه تبقى افضل. يعني ايه اسرح الحواجب؟ تسرحيها لفوق، يعني ما تبقاش سايباها كده تنزلي بيها. بتتسرح وتتثبت
بمسكره مثبت للرموش للحواجب. مسكره حواجب بتثبتي بيها وتسرحيها وتنزلي لو حطيتي روج بسيط جدا وروج جو مش هتحتاجي اي حاجه. طب انا بشوف مثلا وانا ماشيه في الشارع كده الصبح ده ممكن تبقى بنت زي ما اتفقنا رايحه الجامعه او ست مثلا سيده رايحه ايه تشتري حاجه في ناس بعض الناس مش كلهم طبعا بيبقى في ميك اب اوفر بتبقى حتى فاونديشن الصبح تقولي لها ايه؟ لا انا ما بفضلش كده خالص يعني اصلا الفاونديشن والحاجات دي انا بحبها يعني يبقى عندك كريم الاساس يبقى عندك مناسبه او تحطي درجه في ناس بتحطي درجه مش بتاعتها يعني بتحطي درجه فاتحه جدا ما بتبقاش لاقي عليها فانت بتاخدي بالك منها تمام. لكن لو واحده بتختار الدرجه الصح ممكن انت ما تاخديش بالك انت ممكن تشوفيها من بعيد اللي هي بشره يعني مهتميه بيها وحاطه ميك اب بسيط. يعني نصيحتك مثلا لكل مثلا دلوقتي الفتيات اللي بيشوفونا النصيحه انه الصبح لا ميك اب خفيف خفيف جدا جدا يعني لا ما بفضلهوش تمام. هو روج جو بسيط جدا ومع التصريح الحواجب روج برده ما تكونش درجه. طب لو خروجه بعد الظهر والله برضو مش سواريه مش بالليل لا هي بعد الظهر برضو بحس ان هي برضو محتاجه بعد العصر ده مثلا المغرب كده قبل العشاء طول اليوم انا بحس بالنهار محتاج ميك اب هادي طالما مش رايحه مناسبه مش عندك فرح طالما خارجه عادي يبقى برضو ميك اب عادي الا لو عندك مناسبه بقى دي بقى بتحتاج ميك اب اللي هو السواريه العادي اللي انت بتستخدميه وتحطيه وتتعاملي عادي جدا رايحه فرح. تمام. طب ممكن نشوف الصور معانا كده زمان في الكنترول يجهزوا لنا كده الصور والفيديو. طيب الصور معانا اهي اتفضلي بقى علقينا كده. دي كانت ميك اب سواريه عادي بس كانت حباه هادي قوي طيب. فكنت عامله لها سيمبل خالص برضه. الصوره اللي بعدها ده لوك كده يعني مش سموكي قوي وبرده مش هادي يعني مختلف اللي هو بيظهر العين هي عينيها واسعه فعامله لها عينيها تبان فيه. تمام. ده ينفع زفاف ده انا عامله لوكين في لوك واحد اللي هو انا قدرت ازاي دي شطاره دي بقى حضرتك ربنا يخليك يا رب اللي هو ازاي قدرت احول لوك سمبل للوك اللي هو يبقى بيظهر كده. دي الصوره اللي قدامنا دلوقتي دي اللوك اللي هو السموكي اللوك اللي قبل اللي فات. تمام. دي الستوري دي عائشه دي عائشه منورانا يا عائشه. تمام. ده اللوك اللي هو مش عارفه هو روج انهي تقريبا النوت صح يمكن على الاستريبه بس موجوده اوكي اهي. ده اللوك اللي هو النوت اللي هو المفروض ان انا حولته اللوك بروج احمر ظاهر اكتر انا عرفت اخليه روج ده زفاف زفاف صح كده ده زفاف هادي وزفاف هوريه لك بعد ما خليته بقى اللي هو تمام. احنا معانا الصور اهي ده برده لوك سواري سيمبل. تمام. ده لوك كانت سواري برضو تمام اوكي سواري بس يعني سواري اللي هو بيظهر شويه رسمه عين واضحه اكتر مش سيمبل قوي يعني دي خطوبه بس الميك اب مش باين قوي فيه. تمام. عائشه برضو عائشه اوكي دي قبل طبعا اللي هي السواري السيمبل ودي قبل السواري السيمبل. تمام. دي العروسه دي اللي معانا الفيديو ليها دي العروسه ودي معاها سواري. تمام. هتشوف الفيديو وهي عامله الميك اب باين ده اللوك اللي انا بقول لك عليه بقى حولته اللوك يعني بيظهر اكتر فاهماني بس غيرت الروج بس بقى لوك تاني مختلف خالص. تمام. ممكن بقى نشوف الفيديو ده سواري برضو اوكي. طيب لغايه ما يجهزوا لنا الفيديو زمايلنا في الكنترول في عروسه مثلا بتجيلك بتاخدي وقت قد ايه تحضريها؟ والله مش لو عروسه لو زفاف زفاف يعني ان ابقى براحتي بمسكات والكلام ده كله ممكن ساعتين ثلاثه اني بعمل هو الفيديو نزل معانا اهو دي العروسه ده كان اللوك كان يوم يعني لذيذ وهي كانت عسوله خالص ما شاء الله عليها بسم الله ما شاء الله عليها يعني اللوك بتاعها احلى كمان يعني مش باين في الصور قوي بس لا الصور كانت واضحه الميك اب كان واضح
في الفيديو مش واضح، فممكن في الصور اللي عدت. تمام. طيب وقت قد ايه واتفقنا؟ هو ممكن مثلا مع الماسكات ولفه الطرحه والميك اب والكلام ده يعني ممكن 3 4 ساعات عشان ابقى براحتنا خالص يعني. زفاف 3 4 ساعات تبقى العروسه جاهزه؟ لكن يعني مثلا مش بتروحي مثلا قبلها بيوم باتنين بتلاته زي بعض الميك اب ارتست؟ لا انا بتكلم دوت لو انا بجهزها اللي هي خلاص خلصت. اوكي، في فيديو تاني برضو اهو، دي العروسه وانا شغاله معاها. دي لسه بتتحضر يعني. كانت لسه ما عملتش اي حاجه بحضر لها دي. تمام. بعد بقى اللي هو كنت مركباهم مع بعض. بسم الله ما شاء الله عليها، وبسم الله ما شاء الله عليكي برضو يعني. ميرسي ليكي، ربنا يخليكي. ايدك بسم الله ما شاء الله جميله حبيبتي، ربنا يخليكي يا رب. طيب مثلا لو انا عندي سواري يعني، انا عندي دلوقتي مثلا خطوبه بالليل او مثلا لو عيد ميلاد اي مناسبه، وهكلم الميك اب ارتست ايه موسى، تنصحيني بايه قبل ما اروح، قبل مثلا ما اجيلك اعمل ايه في البيت عشان اجي لحضرتك مثلا وتكملي الميك اب بتاعي واروح جاهزه للميك اب المناسبه اللي انا رايحاها؟ اول حاجه يعني لازم بنصحك بالترطيب، ترطبي بشرتك لحد ما تجيلي، ممكن ترطبيها كل شويه لان في عرايس بتجيلي او زفاف. في حاجه طبيعيه مثلا ممكن نقولها ولا في لا؟ كريم مرطب. كريم مرطب يمشي مع البشره بتاعتك اللي هو يبقى حلو يعني معاكي. لازم ترطبي، لان انا دي مشكله بتواجهني جدا اللي هي موضوع ان تبقى البشره محتاجه ترطيب، وبشتغل عليها بحس الفاونديشن مش بيبقى حلو مهما تعملي، وبفضل احطي كريم مرطب بيتشرب مره واثنين وثلاثه وبرده ما بيطلعش. يعني النصيحه لاي حد مثلا هيعمل ميك اب، الترطيب وشرب الميه، يشرب ميه كتير. الاثنين دول هيفرقوا. الميه طبعا مفيده يعني جدا، والبشره يعني هتفرق معايا في الميك اب قوي، مش هحتاج احط مرطبات كتير، مش هيحتاج اللي هو يغير معاكي كده، هيبقى كويس يعني. تمام. طب ممكن نكمل برضو الاسئله بتاعتنا وحضرتك بتكملي للمولس بتشرحي لنا عليها؟ اتفضلي. تمام اتفضلي. عائشه طبعا في صوره ليها تقريبا انا عاملاها لها قبل. تمام. هتشوفوها قبل الميك اب، انا انجزت بس وقت جوه. فانا عامله لها لوك يعني برضو صوري، وفي نفس بس شعرها كده الجنب ده يا عائشه. يبقى باين بس. تمام. غمض عينيك، عامله لها صوري، وفي نفس الوقت اقدر اخليه يبقى لوك تقيل كده واضح برضو اللي هو بتاع مناسبه حلوه يعني. لو رايحين فرح مثلا، رايحه فرح دوت، اقدر ده برضو مناسبه هاديه جدا. فانا المفروض عملت لها الشادو، ركبت لها الرموش، وعملت لها الحواجب بس، وعملت لها كونتور، ولسه بقى هحط رجو والروج والبتاع والايه، وريني اللي ناقص. تمام. والكحل. في اسئله كتيره يعني بتجيلنا لو احنا مثلا قلنا ان معانا ميك اب ارتست، فهنستغلك النهارده في الاسئله دي. تمام. لو في بنوته مثلا عندها هي سهرانه او مطبقه مثلا او في دراسه او حاجه، وعندها خروجه، فممكن يبقى تحت عينيها مثلا في انتفاخات كده او في هالات سوداء، دي نتصرف معاها ازاي في الميك اب يعني؟ بصي، الهالات السمراء دي تحت العين بعملها، بيبقى في انتفاخات اللي هو الارهاق والتعب بيبقى باين تحت عيني اكتر، بتدارى الميك اب بيداري كل حاجه يعني، بداريها السمار تحت العين، في كوريكتور اورنج دوت اللي هو بيداري العيوب اللي هي السمراء. معاكي دلوقتي؟ لا، الكوريكتور هوريه لك. الكوريكتور اللي هو الاورنج ده كيرولان، ده بيتحط تحت العين، ده بيتحط الاماكن لو انا مثلا في انتفاخات او ارهاق او تعب يعني. هو للسمار اللي تحت العين، الانتفاخات اللي تحت العين بتتدارى بالشادو. ممكن ما يبقاش في سمار يعني، ممكن يبقى الموضوع بس ايه، ارهاق وتعب وباين على وشي قوي، فانا عايزه اخرج، عندي خروجه. الميك اب مش هيبان حاجه، ان انت تعملي اللي انا بعمله ده بيداري الانتفاخات. في كمان حاجه تاني، حبوب الشباب مثلا بتسيب اثر، سواء مثلا كانت الحبايه نفسها مثلا المكان بتاعها احمر او لا، هي سابت اثر فبيبقى غامق شويه. ايوه. ده بنتصرف معاه ازاي؟ الحاجات اللي هي الحبوب اللي هي الحمراء برده بتدارى بكوريكتور الاخضر دوت، بيبقى بيداري الاحمرار بتاع الحبايه مع الميك اب ما بيبانش، ده بيداري الحاجات اللي هي الحمراء، الحبايه، الحاجات اللي هي بتبقى لونها احمر في البشره. طب ولو كانت غامقه بقى ما يعني، لو أي الاثر حاجة. خلاص الحبايه مثلا جت وخفت بس سايب اثر في وشي مكان اي حاجه غامقه بتدارى بالكوريكتور الاورنج اللي هي الحاجات السمراء زي الهالات زي البقع زي الوحمه. لو الحبايه حمراء دي بنحط لها كوريكتور اخضر؟ تمام. لو الحبايه حمراء بنحط لها الكوريكتور،
لكن لو يعني مثلا عندها، في ناس تبقى عندها وحمه، في ناس بتعمل تاتو اسود قوي، عارفاه ده؟ طبعا ده ما ينفعش مع الميك اب. الناس اللي حواليك بتشوف اوكي تمام، اللي بيعملوا يا جماعه التاتو الناس دي بتبقى مثلا بنحط لها برضو الكوريكتور الاورنج ده، بيداري الحواجب مثلا. لو انا عايزه اعملها اللون البني، اللون الاسمر، الكلام ده، بس بيبقى هادي. هما بيبقوا حاطين الاسود قوي، فاحنا بنداريه برضو بالاورنج، وبعد كده نرسم احنا براحتنا. الحاجات، في ناس تبقى عندها بقع هنا، بقع في البشره، برضو بتداري بالاورنج، او المنطقه اللي هي بتاع البق دي مثلا كده حوالين داير، بتتحط برضو عشان اغمق من الوش. دي لازم تتحط برضو. تمام، تحط لها ايه بقى؟ بنحط لها الكوريكتور الاورنج. دي بتفرق برضو. وفي حاجه عايزه اقولها كمان بالنسبه للميك اب، والناس اللي عينيها ضيقه زي عائشه، مثلا عائشه عينيها ضيقه، فاحنا انا في نفس الوقت انا حابه احط لها اللون الاسود من الكحلي، فانا عايزاها توسع سنه، فهحط لها من اخر العين لون بيج، هيوسع العين. هوريكي عين وهوريكي عين. طب هو اللون الاسود اصلا بطبيعته بيضيق، صح كده؟ بيضيق، فاحنا عشان عينيها على حد معلوماتي يعني. هو بيضيق فعلا، فبس انا شايفه اللوك اللي انا بعمله لها محتاج الروج، محتاج الكحل الاسود. تمام، فانا هوسع لها عينيها من الاخر، وهحط لها الكحل البيج، ده بيوسع العين وهيفتحها، وعمل لها برضو تركية كده هتوسع. بصي لي. طيب في كمان حاجه، لو احنا دلوقتي عايزين نقول نصيحه عامه لكل البشرات، انواع البشره بقى، اي نوع بشره موجود دلوقتي معانا، سواء بقى جافه، مختلطه، دهنيه، عاديه، عايزين نصيحه مثلا من ميك اب ارتست النهارده ايا موسى، لكل اللي بيسمعونا دلوقتي، اي فتاه او سيده دلوقتي معانا موجوده وبتشوفنا، نقول لها ايه؟ انا مهما يعني برضو هعيد وازيد في نفس النقطه، الترطيب. انا بفيد يعني بنصح الناس كلها بالترطيب بصفه عامه، بصفه عامه. تمام، الترطيب وشرب الميه، حتى لو مش هتعملي ميك اب لبشرتك هيفرق جدا. طب لو انا بقى يعني ايه، انا مش ما عنديش الامكانيه ان اروح لميك اب ارتست، تمام، وعايز اعمل ميك اب، يعني اعمل ايه؟ يعني مثلا يبقى ايه الادوات اللي معايا اللي ممكن استخدمها، حاجات بسيطه وتظهر جمالي وما تبقاش اوفر قوي على بشرتي، وممكن اتحرك بيها عادي مثلا لو عايزه انزل الصبح او بعد الظهر او كده. انت ممكن تعملي ميك اب بحاجات، يعني ثلاث حاجات ميك اب كامل. ممكن تعملي الفاونديشن، تعملي منه روج، وتعملي منه برضو، ممكن تعملي بودر حواجب لو معكيش. هتجيبي الفاونديشن، روجرو، هايلايتر، الحاجات الموجوده في اي بيت هتحطي. مش لازم لو انت مش هتعرفي تجهزي التحضيرات اللي قبل الميك اب، اللي هي زي مثلا اليوم العادي بتاعي، يعني ممكن انا عايزه احط، يعني مثلا ما عنديش سهره، انا ما عنديش منزل، عايزه تعملي ميك اب، مش لازم تحطي قصدك البرايمر والكلام ده كله، صح؟ عادي هتحطي الفاونديشن، وهتحطي روجو، وتحطي كحل، ومع الرموش والحواجب هتحسي نفسك عامله لوك كامل. ولو حطيتي درجه واحده فوق العين او درجتين، بس يعني درجه واحده هتحسي عينك مرسومه مع اللينسز بتاعتك برضه. تمام، لا انا بخاف احط لينسز. بتخافي؟ اي حد يعني يا جماعه سامعنا عايز يحط لينسز براحته يعني. تمام. بس عائشه بقى احنا عملنا لها ايه في الميك اب بتاعها؟ انا عملت لها زي القمر. عملنا لها حواجبها باللون اللي هو قريب لشعرها، برضو لازم نعمل لون الحواجب نفس لون الشعر، ما ينفعش يبقى مثلا شعرك بني وتعمليه اسود او العكس، ده ما ينفعش خالص. لا، لو واحده محجبه مش هيفرق، صح كده؟ لو محجبه، لكن لو مثلا بشعرها يعني بشعرها دلوقتي زي عائشه كده، ده الكلام ليها هي. الكلام ده للي هي مش محجبه. تمام. وبرضه لو في البيت، ما هي برضه لو احنا قاعدين في البيت بنقعد بشعرنا، صحيح، ما ينفعش نلون حواجبنا لون وشعرنا لون تاني، لازم لون شعري، لازم لون شعرك بيبقى الافضل، اقرب حاجه لشعرك، يعني مش نفس الدرجه. يعني لو انت عامله بنيات، ممكن تعملي بنيات، لو الاسود هتخليكي في الدرجات اللي هي بس. فده ده محتاج. طيب مثلا ايا موسى، بتشترطي مثلا انت من القاهره زي ما انا عارفه، قلت لي قبل الهوا احنا بنحضر مع بعض، حضرتك من القاهره. طب مثلا لو جالك حد بني سويف عندنا، انا بني سويف. احسن ناس، ربنا يبارك في حضرتك، حضرتك الاحسن حبيبتي، ربنا يخليك. تروحي مثلا بني سويف؟ مش عارفه، مجربتش الصراحه، بس يعني ممكن ان شاء الله. يعني مفيش مشكله لو حد مثلا دلوقتي حاطين رقم الاستاذ ايا موسى، الميك اب ارتست اللي منورانا النهارده، موجود معانا على الشاشه، فاي حد عايز يوصل معاها يسالها سؤال، او اي حد عايز مثلا في مناسبه، فالرقم التواصل موجود. طيب لو حد مثلا في اسكندريه،
ان شاء الله برضه اروح باذن الله. يعني قصدي بس بوضح حاجه، مش مثلا مشكله لحضرتك انت مش مرتبطه بالقاهره بس، او لا مثلا لا القاهره والجيزه، لا حضرتك ممكن تروحي اي محافظات. تمام، ممكن اروح محافظات عادي. طيب احنا كنا عايزين برضه ديسكاونت لاي حد يجي لك من الحياه كفاح. طبعا طبعا. الديسكاونت ده قد ايه؟ هعمل لهم خصم. بقول لك اللي اوله شرط اخره نور، صح؟ اوكي. هعمل لهم ده هديه للساده المشاهدين النهارده من الميك اب ارتست اللي منورانا الجميله الاستاذه ايه موسى. ميرسي ليكي جدا. اي حد هيروح اللي عايزين نعرف. طيب الاول الخصم طيب قد ايه؟ هعمل واحده زفاف 50% خصم من تبع البرنامج هنا ان شاء الله. تعملي ايه؟ اي عروسه هتجيلي واحده بس هعمل لها زفاف خصم 50% لو جات لي تبع البرنامج هنا ان شاء الله. طب قول لهم الكلام. طب يا جماعه 50% خصم العروس او العروسه. طب والسواريه؟ السواريه 20% ان شاء الله. والسواريه 20% خصم لاي حد يقول لها انا جاي من برنامج الحياه كفاح ان شاء الله. ان شاء الله. ينوروني طبعا. ربنا يبارك في حضرتك حبيبتي، ميرسي ليكي. طب احنا كده دلوقتي بنعمل ايه؟ احنا كده بنحط الرجو بلاشر وهدمج الفيديو. هو اللوك الاول لوك كان سواريه. دلوقتي لو هي بقى رايحه فرح انا ممكن احوله. انا المفروض كنت ممكن احط لها الروج النود مع الميك اب ده. طيب. هيبقى حاجه سيمبل. طب احنا بقينا في الكنترول بيقولوا احنا معناش وقت كتير ف طيب تمام. احنا ممكن هنحط ممكن دلوقتي بسرعة. تمام. احنا دلوقتي هنحط الروجو، نحط هايلايتر. طيب. وبروش بس، فاحنا ممكن نحط الحاجات دي، مش هناخد وقت فيها. لا تفضلي. بس احنا كده خلاص شبه يعتبر خلصنا. تمام كده يا عائشه كده الرجوجو. لا احنا كده حطينا الرجوجو، احنا هنحط الهايلايتر. لا اصلا ما عنديش خبره في الميك اب، معلش. على دي حقيقه. مش انا بحب استخدم. بس تسلم ايدك فعلا، يعني انا شايفه حبيبتي عائشه بقت حد تاني خالص. انت حلوه يا عائشه، عشان ما تقوليش مثلا المذيعه بتقول اي حاجه. لا انت حلوه. بس هو الميك اب فعلا كده، يعني بيغير. هي بتبقى حلوه والميك اب بيزيد الواحده جمال. طبعا هو انا بشكرك على وجودك معايا النهارده. ميرسي ليكي جدا. الجميله الميك اب ارتست ايا موسى. بشكر قلبي. المودلز الجميله عائشه. بشكر كل الساده المشاهدين على حسن المتابعه. على وعد بلقاء متجدد في حلقه جديده من برنامجكم برنامج الحياه كفاح. سلام عليكم.